ناتي لفقره استوديو الحريف. معنا دلوقتي ومنورنا موهبة بمعنى الكلمة، هو واحد من ناشئين النادي الأهلي، لكن الحظ ما حلفوش وما استمرش ولعب في صفوف الفريق الأول، لكن الحظ ابتسم له في حتة تانية وهي تجربة الاحتراف، وبتعتبر تجربته واحدة من أقوى تجارب الاحتراف للاعب مصري. لعب في الدوري الأردني واليمني والعماني واللبناني وحتى الموريتاني، بعد ما اعتزل خد مشوار كبير وانتقل لعالم التدريب عشان يستقر بيه الحال النهاردة كمدرب في أكاديمية الأهلي بمدينة نصر. تعالوا نطلع نشوف مين معانا ونرجع نكمل حلقتنا. زي ما شفنا معانا ومنورنا كابتن عبد الله الزيات، لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب اكاديميه النادي الاهلي بمدينه نصر. اهلا بك يا كابتن ومنورنا. استاذه اميره، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك والاستاذه هند، وببارك لكم طبعا على نجاح البرنامج. والنهارده مش عارف اقول لكم مبروك ان دي اخر حلقه في السيزون الاول ولا، بس ما شاء الله وصلتوا كل لقلوب كل الاهلاويه، يعني برنامج ناجح بجد. الله يخليك. كمان بتقدروا تناقشوا يعني جماهير النادي الاهلي، مش جماهير كره بس، جماهير يعني في سيدات بتحب تتفرج على الحاجات الطبيه، الحاجات التجميليه، فكده فكان برنامج ناجح يعني. فبالتوفيق دايما ان شاء الله. ان شاء الله نرجع نكمل تاني اكيد. في البدايه كده عايزين نتكلم معاك عن الاهلي ومبارياته الفتره اللي فاتت، وشايف الدنيا كانت عامله ازاي، وخاصه بقى نتكلم عن مباراه مصر امبارح، الاهلي والداخليه. يعني لو هنتكلم على النادي الاهلي من اول كاس العالم للانديه، النادي الاهلي خاض في كاس العالم للانديه اربع مباريات صعبين جدا، خصوصا في وقت قليل جدا. بدانا باوكلاند سيتي، فوز طبعا بثلاثيه نظيفه، ثم سياتل الامريكي كان فريق صعب جدا، فوز 1-0. مباراتين في ست ايام او سبعه ايام، بعلم كره القدم كده يعني يوصلوا لعيبه فعلا لاجهاد يعني. ثم بقى ملقات ريال مدريد كان كمان جاي من هزيمه في الدوري الاسباني، بتلعب ريال مدريد وعندك طموح، جماهير النادي الاهلي عندها طموح ان احنا خلاص قربنا للبطوله. ريال مدريد طبعا بيمتلك افضل لعيبه في العالم يعني، ف قدروا يستغلوا الفرص اللي وصلت لهم للجون يعني. اضعنا وعملنا مباراه جيده جدا. ثم بقى ملقات فلامينجو البرازيلي على تحديد المركز الثالث والرابع، انا كنت شايف ان الدوافع قلت شويه، خصوصا ان احنا كنا جماهير النادي الاهلي كانت خلاص بصت للبطوله وكده. ف كانت مباراه رغم انها على تحديد الثالث والرابع، كانت الدوافع زي ما بقول لحضرتك، والنادي الاهلي قدم مباراه جيده جدا. يعني اربع مباريات في حوالي 9 أو 10 أيام، فاجهاد كبير جدا على اللعيبه. ثم بقى العوده لمصر، غير المباريات اجهاد السفر، انت كان كل ماتش في واجهاد السفر ومسافره، كنت لعبة ماتشات هنا في الدوري. ثم بقى العوده لمصر والسفر للسودان، ملاقات الهلال السوداني. طبعا الهلال السوداني كان في الوقت ده متصدر الدوري السوداني، كان في الجوله 17، كان 47 بونت في التوقيت ده، بيليه المريخ، كان بفرق نقطه يعني. فالهلال السوداني فريق قوي على ملعبه في امدرمان، وشفنا طبعا الاحداث المسيئه لبعثه النادي الاهلي هناك يعني. ثم العوده بقى لاسوان وملاقات اسوان، الفوز ب3-0، كان اداء جيد جدا، النادي الاهلي صالح جمهوره، قدم مباراة جيدة، مباراة هجومية. ثم بقى ملاقات السان داونز، ان انت تبقى متأخر بهدف وتقدر تتعادل وتفوز، وما قدرناش نحافظ على الفوز، النتيجة انتهت 2-2 وضيعنا ضربة جزاء. ثم بقى ملاقات الداخلية امبارح، هنتكلم في ماتش الداخلية. ماتش الداخلية طبعا الداخلية داخلة اللقاء 16 نقطة بتنافس على الهبوط، الأهلي 40 نقطة متصدر الدوري. طبعا بعد يعني دي مش مبررات، بس أنا شايف إن النادي الأهلي طبعا بيمر في فترة إجهاد، حتى لو مش إجهاد بدني، إجهاد ذهني. فماتش الداخلية دي بتبقى مباراة يعني كل الفرق اللي بيطلاق النادي الأهلي بتقاتل وبتبذل مجهود كبير جدا، عشان المباراه دي بتمثل لهم تاريخ كبير جدا، سواء للعيبه، الاجهزه الفنيه للنادي. بيقال بعد كده ان النادي
في تاريخ مواجهاته مع النادي الاهلي تعادل او فاز او كمان الكابتن علاء ابو علاء عارفين ان طريقه لعبه دايما طريقه دفاعيه، بيلعب على الهجمه المرتده، بيقفل خطوطه كويس جدا. النادي الاهلي امبارح الشوط الاول ما كانش بالجيد قوي، زي طبعا بقول على تصريحات كولر مدير فني النادي الاهلي يعني. الشوط الثاني بقى فيه تحرر في نص الملعب بقفشة وديانج، شفنا النادي الاهلي قدر يستحوذ، قدر يوصل كهربا طبعا المشاركه الثامنه ليه وبيهدف كمان وماشي كويس بعد الايقاف يعني. فبرضه هنتكلم في الجزئيه دي، الاهلي ما قدرش يحافظ والتعادل. ف طبعا كولر خرج وقال تصريحاته انه مش هيرضى بالامر ده، وقال انها اسوأ مبارياته. فهو راجل شجاع انه كمان انه يطلع ويتكلم قدام الراي العام والكل الاهلاويه انه فعلا المباراه ما كانتش على قدر. هو كمان الهدف يعني رامي ربيعه لم يحسن تقدير الكره مش اكتر يعني، يعني الكره دي لو تعديت 3000 مره رامي ربيعه هيقطع وهيطلع كره زي ده، لم يحسن بس تقدير الكره في التوقيت ده. وكان في خطا برضو من رامي ربيعه في اول مباراه تقريبا، كان في هدف كان هيدخل في مرمى الشناوي لولا بس يعني ان الشناوي ايه ربنا كرمه كده، وكان خطا. هي زي ما بقول لحضرتك فيه اجهاد ذهني للعيبه يعني، هي بتبقى لحظات الغلط دي لحظات بس سريعه جدا. خلينا نكون برضو عشان نبقى صراحه، اللعيبه اللي لعبت امبارح اغلبها ما كانش بيلعب في الماتشات اللي فاتت يعني، كان كل الروتيشن اللي بيحصل ده. فانت بتعمل روتيشن عشان بالزبط. ما نقولش اجهاد بدني، ما نقولش اجهاد ذهني. ليه ده بيحصل؟ ليه بنشوف اداء فجاه بالظبط؟ انت بتبقى هنا فجاه تروح عامل كده. ايوه مستوى بينزل فعلا بالزبط. انا قلت لحضرتك النادي الاهلي نادي كبير جدا، نادي بطولات، النادي الاهلي جماهيره دلوقتي بتطمح بالبطوله 43 في الدوري، بالبطوله 38 في كاس مصر، للسوبر ال 13، للبطوله ال 11 في افريقيا، للبطوله السوبر الافريقي العاشر، للكاس الكؤوس السادس، طبعا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اتلغت يعني. فالنادي الاهلي نادي بطولات، فاي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي طبعا لازم يعني بيتسم بالصفات وبالشخصيه دي. فطبعا انا ما بقولش مبررات للهزيمه، بس هو فعلا لو حسبنا المباريات النادي الاهلي اكثر من 9 او 10 مباراه في شهر، فده اجهاد كبير جدا بمعدل. بس خلينا نتكلم على الماتش امبارح تحديدا، انت الاهلي متقدم 1-0 مبدئيا بالزبط. الفريق اللي قدامك بتلعب ب 10 لعيبه يعني، احنا اول لما شفنا المنظر ده قلنا خلاص بتاعتنا بالزبط. ايه اللي بيخلي الفرص تروح مننا يعني؟ ايه اللي بيخلي ده يحصل يعني؟ كلمنا عن المشاكل. احنا الجون اللي دخل بغلطه مننا بالظبط، هي مباراه في نسيان. النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك يعني خلاص كانت المباراه على وشك الانتهاء يعني، هو يعني عدم رامي ربيعه لم يحسن بس تقدير الكره في الوقت ده. لو كانت الكره دي طلعت من مره واحده كان خلاص المباراه انتهت 1-0. ما نقص بقى على كده يعني، ان شاء الله الحمد لله ان المباراه دي كمان جت في الدوري وقبل ماتش القطن الكاميروني 4 مارس السبت القادم، وجت كمان في توقيت ان انت متصدر دوري وفرق بينك وبين الثاني 3 نقاط ومباراتين كمان اقل. فالحمد لله انا جاي في التوقيت ده. انا شايف ان النادي الاهلي نادي كبير وبيمتلك مجلس اداره على اعلى مستوى، كابتن محمود الخطيب راجل رئيس نادي بدرجه مدير فني طبعا يعني طبعا. راجل اسطوره كره القدم المصريه يعني، فاكيد راجل كمان على درايه يعرف ثغرات الفرقه وجمهور النادي الاهلي كمان جمهور واعي وجمهور فاهم لكره القدم وكمان بيآزر وبيساند. فانا شايف ان الجمهور حتى انا ما شفتش حاله غضب كمان بعد الماتش، في حاله حزن مؤقته. بنلتمس العذر طبعا للعيبه، خلاص كانت المباراه على وشك الانتهاء يعني، بس استثناء الغلطه الغير المقصوده من رامي ربيعه لاحمد رشيد لاعب مهاجم نادي الداخليه استغل الغلطه فانا شايف ان ما نقص بقى على كده ان النادي الاهلي ما بيحافظش في حاله انه بيبقى فايز وما بيحافظش وكده يعني. فانا بس شايف هو ده في النهايه يمكن احنا هنا بنتكلم بلسان حال الجمهور بالزبط. يمكن احنا في ماتش سان داونز الجمهور كان مالي الاستاد بالزبط. ما كانش فيه كرسي واحد فاضي في الاستاد، وده نفس اللي حصل برضه في ماتش سان داونز بالظبط. انت بعد ما وقفت على رجلك فجاه تحصل غلطه، تفوت فرصه، يحصل كذا بالزبط. الماتش تخسر الثلاثه بونت. كره القدم مبنيه اصلا على الاخطاء يعني، فلما فيش اخطاء مش هيبقى فيه جول. ما هو بص احنا هنا لما بنتكلم برضه بنتكلم بلسان جماهير الاهلي بالزبط. ان احنا بنتكلم وبنحط ايدينا على المشاكل علشان نعرف ايه مشاكلنا ونعرف بالزبط. مش عشان نجلد اكيد أنا اكيد فاهم مليون في الميه. هو طبيعي في اخطاء
وطبيعي المدير الفني حط ايده على الاخطاء وطبيعي انه هيبدا يشتغل على ده. فاحنا بنتكلم ان الحمد لله ان الاخطاء كانت في توقيت احنا الشهر ده شهر الحسم نقدر نتعلم منه ان شاء الله. يعني الشهر ده شهر الحسم، هنلعب الحسم، هنلعب القطن الكاميروني، المقاولين. كنت اتمنى مباراه المقاولين تتاجل بس للاسف مش هتتاجل. ثم بقى السفر لجنوب افريقيا ومن جنوب افريقيا على القطن الكاميروني في الكاميرون. ف شهر الحسم فعلا مباريات صعبه. النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز هنا على القطن ان شاء الله، وعلى صن داونز بره والقطن والهلال ان شاء الله. هنا هتبقى مباراه انا شايف انها مباراه مش هنقول ثاريه، السودان شعب شقيق، بيننا وبينهم علاقات تاريخيه كبيره جدا، بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز على الهلال هنا، وانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله هيصعد ومن الانديه المرشحه في البطوله. يعني انت شايف انه باذن الله ممكن نتدارك زي ما بيقولوا شويه الاخطاء اللي حصلت؟ بالظبط. المدير الفني انا شايف المدير الفني هو اللي، انا قريت خبر دلوقتي هنا في القناه ان كولر بيستبعد التمرين فترتين في الوقت ده، وده قرار سليم جدا. ما ينفعش في حاله الارهاق الذهني والارهاق البدني ده الفريق يتمرن فترتين في اليوم، يعني خصوصا ان في سفريات كتير. فطبعا هيشتغل على الاخطاء دي. اللعيبه دي لعبت كتير طبعا، وارد الاخطاء في كره القدم. ف ينقصنا بس الفتره الجايه حته الروح، حته شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط لو ده رجع خلاص النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي اي فريق في افريقيا بيخشاه طبعا يعني. فالنادي الاهلي ان شاء الله قادر على الصعود من المجموعه دي، وعلى فكره المجموعه ده اصعب مجموعه في ابطال افريقيا يعني. انا الهلال هاخد بقى من كلامك ده وهسالك، احنا عندنا ماتش صعب اللي اتكلمنا عليه القطن الكاميروني يوم السبت، ايه اللي ممكن نعمله او ايه اللي يعمله كولر علشان نتفادى هذه الاخطاء بالورقه والقلم كده؟ الحمد لله المباراه جايه في توقيت، يعني الحمد لله انها جايه لسببين. القطن الكاميروني الى حد ما حظوظه في البطوله انتهت او في الصعود انتهت، هزيمتين من صن داونز ومن الهلال السوداني. هو عنده امال بس يعني اخر مباراه بالنسبه له امال. احنا عندنا النقطه ان شاء الله نكسب القطن الكاميروني نبقى اربعه، الهلال 6، صن داونز 7. ايه اللي هنعمله الفتره دي؟ طبعا محتاجه روح زي ما قلت من شويه، محتاجه لعيبه نادي الاهلي تتسم بشخصيه النادي الاهلي. انا الاهلي يعني اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا. طبعا لعيبه النادي الاهلي مقدره ده تماما. طبعا هيشتغل على الحته كولر هيشتغل على الحته النفسيه، يعني لعيبه النادي الاهلي ده المفترض انها افضل لعيبه في مصر وفي افريقيا يعني طبعا. في الوطن العربي. فحته ان انت يعني اللعيبه مش محتاجه فنيات قد ما هي محتاجه عامل نفسي دلوقتي، لا ان انت الاهلي الحافز زي ما بيقول بالظبط الحافز. فانت النادي الاهلي نادي كبير طبعا، في اخطاء وارده في كره القدم. النادي الاهلي دايما عودنا انه بيقفل، حتى لما بيبقى ياخد بطوله ثاني يوم بيقفل على كده وبيبدا. فطبعا بعد هزيمه مباراه انا متاكد ان كابتن سيد عبد الحفيظ في تمرين النهارده، انا مش عارف النهارده في تمرين ولا لا، النهارده راحه. النهارده راحه وهيستأنفوا التمرين من بكره، فاكيد هي خلاص يعني في الاجتماع بتاعه خلاص هيتكلم مع اللعيبه، خلاص دي صفحه وهتنطوى يعني، وهيبداوا يشتغلوا طبعا على مباراه القطن الكاميروني. فالمباراه محتاجه طبعا في اخطاء فنيه المدير الفني هيتكلم فيها، وفي العامل النفسي شايف ان ده دور الكابتن سيد عبد الحفيظ. بالاضافه بقى ان لعيبه النادي الاهلي شايفه الجماهير ومجلس الاداره وراك وبتدعمك، والجماهير فاهمه ده وفاهمه ان انت ما قصرتش ودايما بتلتمس الاعذار. فانا شايف ان مباراه القطن الكاميروني ان شاء الله يعني ان شاء الله الثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. حلو قوي. عايز اسالك على حاجه. اتفضل. هل انت بما انك لاعب كره سابق ومدرب وكذا، شايف ازاي يتم التعامل مع اللاعب المقصر من قبل الجمهور؟ يعني احنا طبعا بنشوف اللاعب الفلاني ده احسن لعيب في مصر، جلت منه ماتش ماتشين يمشي، ده ما يقعدش في النادي الاهلي، ده اللي مقعده في النادي الاهلي. اللاعب يتعامل ازاي مع ده، والجمهور يتعامل ازاي مع اللاعب ده؟ انا بتربطنا علاقه بالكابتن احمد عبد الباقي ده مدربي، فده ردا على كلام حضرتك يعني. حتى لسه مكلمني قبل الهوا. هو من المدربين اللي استفدت منه كتير، وعلى المستوى الشخصي هو حتى بيقول لي انت زي ابني يعني، فده حاجه طبعا بتشرفني يعني. فكابتن احمد عبد الباقي طبعا جيل الكابتن خطيب جيل العظماء يعني، فدايما كان بيقول لي لا، في حاله الهزيمه كانت الناس دي بتخاف تمشي في الشارع. قال لي كنا بنتحرج نمشي في الشارع، كانت مصر معظمها احياء شعبيه في التوقيت ده، فكان بيحرج ينزل الشارع يمشي وهو خارج فالتوقيت ده اختلف يعني. انا شايف ان اختلف عن العصر ده يعني.
في حته ان الجمهور يعاقب لعيب انا متهيألي لا، هو الجمهور بيعاقب اه طبعا ممكن بالتجاهل في تشجيعه في او في المباراه، اما ده دور انا شايف انه دور مجلس الاداره، ان طبعا اللعيب المقصر طبعا بيبقى فيه تقرير كمان مدير الفني في لعيبه بتاثر في مقصره في التدريبات، وبالتالي بيعود عليها طبعا في الماتشات هتبقى ادائها واضح يعني، فده دور مجلس الاداره، وزي ما بقول لحضرتك مجلس اداره النادي الاهلي بترأسه رئيس نادي بدرجه مدير فني، هو على درايه، الراجل بيتفرج على الماتشات مدير فني مش 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 رئيس نادي اداري بس، النادي كمان شهد في عهده طفرة كبيرة على مستوى الألعاب كلها، افتتاح فرعين شيخ زايد والتجمع، فأنا شايف إن حتة التقصير أكيد مش يعني ما فيش لاعب كورة بيبقى عايز يوصل للمرحلة، هو ممكن بس بيوصل لمرحلة هبوط في المستوى أو كده يعني، أما تقصير في نفسه يعني وفي حالات كتير مش هنتكلم عليها، تقصير بقصد بيتم استبعاده من النادي الأهلي طبعا، وفي تجارب كتير يعني. صح صح، احنا لسه هنكمل كلامنا لكن هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بقى عن كابتن عبد الله ومشواره وحكايتك بقى مع الاحتراف. هنطلع فاصل ونرجع على طول.